خليفة من خلفاء المسلمين وإماما معصوم مات مسموما بسم قطع أحشاؤه، فكانت شهادته سنة عند حكام الظالمين لتصفية أئمة الهدى عليهم السلام وأتباعهم في كل زمان ومكان. على طيلة من كتب وعلى طيلة من قرأ وعلى طيلة من بحث لا يذكر الإمام الحسن على أنه خليفة من خلفاء المسلمين أو من الذين اختارهم المسلمون لخلافته وإدارة شؤونه. ولو أننا عدنا إلى مسألة صلح الإمام الحسن مع معاوية لوجدنا هذا دليلا كافيا على خلافة الإمام الحسن. We gather here today as people to the anniversary of martyrdom of Imam Hassan Ibn Ali, the second successor or Khalifa of Muslim, who ruled for only 6 years. We gathering in a committee of religious rituals belong to Grand Ayatollah Sayyid Al-Sarqi Al-Hassani in Karbala City. And we are here to remember the position of this Imam who strive and struggle of the oppression of the Muawiyah and the people at that time. Unfortunately, the main reason for his martyrdom was the people at that time let him down and make Muawiyah triumph and able to kill him by the poison of his wife. الإمام الحسن سلام الله عليه هو أحد الخلفاء الذين تولوا الخلافة بعد الإمام علي سلام الله عليه بإجماع المسلمين في ذلك الوقت. يعني مولانا الإمام الحسن تولى الخلافة فترة 6 أشهر من حياته الشريفة وهو خليفة شرعي منتخب من قبل المسلمين في ذلك الوقت بعد استشهاد الإمام علي. ومما كتب عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كتاب صلح الإمام الحسن للمرجع السيد الصرخي الحسني، الذي بين فيه الألمعية والقدرة والقوة التي تمتع بها الإمام في كسب القضية لصالحه، وكانت بداية النهضة الحسينية. أمور أخرى أشار إليها السيد الصرخي الحسني يعني كانت غائبة عن أذهان المؤرخين، وهي أن هناك يعني أمور تاريخية طرحت ممن تبنى النهج الأموي، لكن أوضح السيد في هذا البحث أن الخط الصحيح أو الرواة الحقيقيين لهذه الواقعة هم ممن تبنى نهج أهل البيت سلام الله عليهم. بنود الصلح الحقيقية التي يعول عليها سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني هي بنود تثبت قوة الإمام الحسن وقوة جانب الإمام الحسن عليه السلام، وتثبت وتعري وتكشف الصورة الوحشية والصورة الهمجية والصورة التي توضح حقيقة معاوية وحقيقة الدولة الأموية في ذلك الحين. لذلك انبرى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الصرخي فتطرق لهذا الإمام المظلوم، لهذا الإرث التاريخي، حيث كتب في كتابه صلح الإمام الحسن ووضح وبين أسباب الصلح. وتبقى السيرة الطاهرة للأئمة عليهم السلام وبالأخص صاحب الذكرى الإمام الحسن المسموم منارا ودرسا يقتدي به العباد من خلال بيعتهم وولائهم لخليفتهم في العلم والأخلاق وسليل الدوحة الهاشمية سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله العالي. لقناة المركز الإعلامي محمد الأسدي، كربلاء المقدسة.